دور العمل الخيري في توطيد العلاقات الدولية وإسهاماته في جعل الكويت مركزاً للعمل الإنساني ملف استحق جل التركيز والمناقشة في ملتقى الوقف 24 والذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف، فضلاً عن طرح نماذج لبصمات بعض المؤسسات الخيرية في هذا المجال. اكتسبت دولة الكويت سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الخيري في مختلف أنحاء العالم، وتقديراً لما قدمته دولة الكويت من مساعدات وأعمال خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض، توج الأمين العام للأمم المتحدة تلك الجهود بتسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني. ركزنا على البعد الدولي وعلاقة العمل الخيري في توطيد العلاقات. راح يكون ملتقى مثل ما قلت لمدة يومين، وفي ضيوف من داخل وخارج الكويت، وراح نركز على دور العمل الخيري في توطيد هذه العلاقات، ونطرح نماذج من سواء المؤسسات الحكومية أو جمعيات النفع العام. الملتقى يتطرق كذلك إلى المستحدث في أمور الوقف عبر كوكبة من الباحثين الشرعيين بهذا الاختصاص. مناقشة الأمور المستجدة والنوازل المتعلقة بالوقف، فيدعى ثلة من أهل العلم لبحثها وإصدار الحكم الشرعي فيها. دور العمل الخيري في العلاقات الدولية والتجارب الدولية بهذا الشأن والتعرف على الرموز والبصمات الكويتية فيها، بالإضافة إلى إنجازات وطموحات المؤسسات الخيرية، أربعة محاور رئيسية أقرتها اللجنة التحضيرية للملتقى. تشجيع المؤسسات الخيرية والأفراد على بذل المزيد من الجهد في مجالات العطاء والعمل الخيري، الأمر الذي يعزز من مكانة الكويت كمركز إنساني عالمي، أبرز ما تسعى إليه الأمانة العامة للأوقاف من إقامة هذا الملتقى. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.